السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد، أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح Chapter 1 Our Natural World، أو الفصل الأول عالمنا الطبيعي. المحور الأول The World Around Me، أو العالم من حولي، كتاب Discover، منهج KG2. وكنا أنهينا الشرح Page 66، والنهاردة إن شاء الله هنشرح بداية page 67 وعنوانها bubbles. bubbles يعني الفقاعات. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الدرس الجديد وكلنا نستفيد مع بعض، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم. ولو مش معاك الكتاب، اعمل كشكول مخصص للديسكوفر وذاكر منه وما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين عنوان البيج هنا bubbles. bubbles يعني فقاعات، والدايركشنز بتاعتها كالآتي: circle the part on the child that is used to get air. circle يعني ضع دائرة، the part يعني الجزء، حول الجزء، on the child اللي عند الطفل، that is used المستخدم، to get air للحصول على الهواء. ده أول حاجة. تاني جزء في directions: circle the plant part، ضع دائرة حول الجزء الخاص بالنبات، that is used to get air، المستخدم في الحصول على الهواء. وزي ما احنا عرفنا قبل كده، all plants need water to survive، they also need air. النباتات كلها بتحتاج للمية علشان تعيش، وأيضا بيحتاجوا للهواء. Plants do not have a nose like we do. النباتات ما عندهاش أنف زي ما عندنا احنا أنف. But they do have tiny openings. بس هم عندهم فتحات صغيرة، ثقوب صغيرة. In their leaves، في أوراقها. فهو ده الفرق بيننا وبين النباتات. النباتات ما عندهاش نوز زي ما احنا عندنا نوز. النباتات عندها tiny openings. tiny openings يعني فتحات صغيرة. and their leaves في الأوراق بتاعتها، وهي دي المكان اللي بتحصل منه على الهواء. وزي ما احنا شايفين هنا اهوت في البيج، في صورة طفلة صغيرة بتنفخ وبتعمل فقاعات، بتعمل bubbles. في الصورة التانية في ورقة نبات مغمورة بالمية، وحوالين الورقة بتاعت النبات في فقاعات هواء. ودي تجربة جميلة جدا، ممكن المستر بتاعكو يعملها في الفصل او في الكلاس روم. بنجيب ورقة نبات وبنحطها في مية، ونحطها جنب الشباك شوية او في ضوء الشمس وقت قليل، وبعد كده بنبص على ورقة النبات، هنلاقي حوالين الورقة فقاعات زي الفقاعات اللي احنا شايفينها دي بالظبط. الفقاعات دي بتبقى دليل ان النبات بيتنفس عن طريق الفتحات الصغيرة في اوراقه. وزي ما قلتلكو انتوا بتتنفسوا عن طريق الانف او النوز زي ما احنا قلنا قبل كده. يبقى هنا في البيج دي بيورينا الفرق بيننا وبين النباتات. احنا عندنا نوز بنتنفس بيها، لكن النباتات عندها tiny openings in their leaves، فتحات صغيرة في اوراقها. وبكده نكون انهينا الجزء ده، والمفروض ان احنا هنا هنعمل سيركل حوالين الورقة بتاعت النبات دي، ونعمل سيركل حوالين النوز بتاعت الطفل ده. والكلمات الجديدة في البيج دي هي bubbles. bubbles يعني فقاعات. bubbles يعني فقاعات. circles apart. part يعني جزء. on the child. child يعني طفل. that is used. المستخدم. to get air للحصول على الهواء. get air. get يعني يحصل على، air يعني هواء. circle يعني ضع دائرة، the plant part الجزء الخاص بالنبات، that is used المستخدم to get air. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل لبيج 68 او صفحة 68. وزي ما احنا شايفين دي بيج 68. plant features. plant features. features يعني عناصر، يعني اجزاء. plant features يعني اجزاء النبات. والدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول: circle the part that help the plant get water. circle يعني ضع دائرة، the part يعني الجزء، حول الجزء، that helps الذي يساعد، helps يساعد، the plant النبات، get water يعني في الحصول على الماء. وزي ما احنا عرفنا قبل كده ان
النباتات أو all plants need water to survive، كل النباتات بتحتاج إلى المياه علشان تعيش، survive تحيا وتعيش. فهنا إحنا وإحنا بنرسم النبات بتاع سارة أو سارة's plants ممكن نكون تخيلنا إن النبات ده موجود في ال school عندنا، في ال house عندنا، في ال school yard، في الفناء بتاع المدرسة. بس النباتات بتعيش في بيئات مختلفة، في ال desert، في الصحراء، في الفورست، في الغابة، في أماكن تانية كتير. فإحنا عايزين نعرف إن كل النباتات بتحتاج للمية علشان تعيش، وإحنا عندنا هنا في البيج هنا صورة لنباتات مختلفة في بيئات مختلفة، تمام. فإحنا الصور دي بتوضح لنا إن النباتات اللي في البيئات المختلفة كلها بتحتاج للمية علشان تعيش، وبالتالي كل النباتات عندها جزء بتحصل بيه على المية وهو الروتس. الروتس يعني الجذور، الروتس يعني الجذور. النبات هنا عنده روتس، والنبات هنا عنده روتس، والنبات ده عنده روتس. حتى الشجرة الكبيرة دي عندها روتس أو جذور كبيرة زيها جوه الأرض ممتدة علشان تحصل بيها على المية المهمة ليها علشان تعيش. وبالتالي فكل النباتات عندها روتس، عندها جذور بتستخدمها في ان هي تسحب المية وتحصل بيها على المية علشان تعيش. ومش عايزين ننسى واحنا بنرسم الكرفس او السيلري المرة اللي فاتت، عرفنا ان الستم او الساق هو اللي بينقل المية من الروتس لباقي اجزاء النبات. وخلوا بالكو في فرق كبير جدا في السمك او في حجم الستم او الساق ما بين النبات اللي في الصحراء اللي جوه البيئة الحر جدا، وما بين النبات التاني اللي في بيئة فيها مية كتير. النبات اللي في الصحراء الستم بتاعته او الساق بتاعته بتبقى سميكة قوي علشان تحافظ على المية اللي جواه علشان ما يفقدهاش بالحرارة ويموت، بينما الستم بتاع النبات اللي موجود في بيئة ما فيهاش حر جامد قوي بتبقى عادية، مش سميكة جدا علشان ممكن يفقد المية وبيحصل عليها تاني بسهولة من البيئة اللي حواليه. وبكده نكون انهينا البيج دي. وزي ما عرفنا في البيج دي الكلمات الجديدة هي plant features، features يعني أجزاء، features يعني أجزاء، circle، circle يعني ضع دائرة، the part يعني الجزء، helps يعني يساعد، the plant النبات، get يحصل على water المياه أو الماء. وبكده نكون أنهينا البيج دي وهي page 68، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض أول بأول، ونوصل لبيج 69 أو صفحة 69 وعنوانها براون بير. براون بير يعني الدب البني، براون يعني بني وبير يعني دب. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: look at the picture يعني انظر الى الصورة، listen and read اسمع واقرأ، about the features عن الاجزاء، of the animal الخاصة بالحيوان، then ثم بعد ذلك share your ideas شارك افكارك، ideas يعني افكار او اراء. وزي ما احنا شايفين هنا في الصورة ده البراون بير او الدب البني، وأول حاجة بيتكلم عنها هي الهابيتات. الهابيتات أو الموطن اللي بيعيش فيه البراون بير: the brown bear lives in the forest. The brown bear lives in the forest. وياريت تكرروا ورايا الجملة دي تاني، يعني البراون بير بيعيش في الغابة، forest يعني غابة، ولive in يعني بيعيش فيه، يبقى قولوا ورايا: the brown bear lives in the forest. الدب البني بيعيش في الغابة. The brown bear lives in the forest. الدب البني بيعيش في الغابة. والجملة التانية بتقول forests، forests يعني غابات، الغابات have trees فيها أشجار، والمفرد بتاعها tree يعني شجرة، and rocks وصخور، rocks وصخور to climb، to climb يعني ليتسلقها. يبقى هو بيقولك هنا ان الغابات بيبقى فيها trees كتير و rocks كتير علشان هو يتسلق عليها to climb. يبقى forests have trees and rocks to climb. Forests have trees and rocks to climb. مرة كمان: forests have trees and rocks
to climb. والجزء التاني في البيج هو بيتكلم عن الفيتشرز بتاعت البراون بير او الاجزاء الخاصة بجسم الدب البني. الفيتشرز بتاعته او الاجزاء بتاعته: The brown bear has thick fur. thick يعني كثيف تقيل، fur اللي هو الفرو، thick fur اللي هو فرو كثيف. هو هنا بيقول لك ان البراون بير عنده thick fur او فرو كثيف. فاقول الجملة دي ورايا، قولوا الجملة دي ورايا وكرروها معايا علشان نفهم المعلومة بشكل افضل. The brown bear has thick fur. The brown bear has thick fur. مرة كمان: The brown bear has thick fur. وبكده نكون انهينا الجملة الاولانية وعرفناها. الجملة التانية بتقول: The brown bear has sharp claws. claw يعني مخلب، والجمع بتاعها claws. claws يعني مخالب، وsharp يعني حاد. sharp يعني حاد. فهو هنا بيقول لك ان البراون بير او الدب البني عنده مخالب حادة. فاحنا نقولها تاني مع بعض: The brown bear has sharp claws. The brown bear has sharp claws. مرة كمان: The brown bear has sharp claws. والجملة الثالثة والأخيرة هي بتقول: The brown bear has strong teeth. strong يعني قوي، وteeth يعني أسنان، والمفرد بتاعها tooth زي ما احنا عارفين. فهو هنا بيقول لك ان البراون بير عنده أسنان قوية. فهو مرة كمان: The brown bear has strong teeth. The brown bear has strong teeth. وآخر الصفحة بيكتب لنا وبيسألنا وبيقول لنا: Why does the brown bear have these features? ليه البراون بير عن الأجزاء دي في جسمه؟ ليه عنده الحاجات دي في جسمه؟ إيه رأيكم؟ هو ليه عنده الحاجات دي في جسمه؟ Why does the brown bear have these features? هو هنا بيسألنا علشان خاطر يوضح لنا إن أي كائن، زي ما قلنا قبل كده في البلانتس، أي كائن من الكائنات بيبقى عنده الحاجات أو الفيتشرز اللي ربنا ادهاله علشان تساعده يعيش في الهابيتات بتاعه أو في الموطن اللي هو عايش فيه. زي ما قلنا قبل كده في النباتات، النبات اللي عايش في الديزرت غير النبات اللي عايش في الفورست. زي كده برضو بالنسبة للانيمالز او الحيوانات، الحيوانات اللي عايشة في الصحراء غير الحيوانات اللي عايشة في الفورست، غير الحيوانات اللي عايشة في اماكن فيها تلج كتير. فهنا هو بيوريك ان البراون بير عنده الفيتشرز دي علشان تساعده live in his habitat، وعنده الفيتشرز دي علشان تساعده ان هو يعيش في الهابيتات بتاعه او في الفورست اللي هو عايش فيها. وبكده نكون انهينا البيج دي. وقبل ما نقول الكلمات المهمة في اخر بيج في درس النهاردة، نوصل للوحة الشرف واسماء اصحابي الشطار اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم بيذاكروا معانا وبيتابعوا معانا اول باول، وهم شاطرين وكلكم شاطرين طبعا. والاسماء هي: فريدة، جنى او جنى وليد، يوسف، ماريان، يارا، روفانا، سما او سما ايمن، ريناد، تميم، وده حبيبي وصاحبي من KG1، ومحمد او محمد وائل، وموسى، وعادل، ومالك اخو اللي هو في KG1، عادل في KG2، ومالك في KG1. وكلكم شاطرين وحلوين، وان شاء الله تبقوا اشطر الناس كلكم، انتوا المستقبل. وقبل ما نختم احب اقول لكم الكلمات الجديده في البيج دي مره تانية. اول حاجه: براون بير يعني الدب البني. لوك ات، انظر الى. ذا بيكتشر، الصوره. لسن، اسمع. ريد، اقرا. about an the features، الاجزاء او العناصر of the animal، الخاصه بالحيوان ده. then ثم بعد ذلك. share يعني شارك. your ideas، افكارك او ارائك. habitat يعني الموطن. lives in يعني يعيش في. the forest يعني الغابة. forests يعني الغابات. have لديها او تمتلك. trees اشجار. rocks صخور. climb يعني يتسلق. thick fur يعني فرو كثيف. thick يعني كثيف. fur يعني فرو. sharp يعني حاد. claws يعني مخالب، والمفرد بتاعها claw. strong يعني قوي. teeth يعني أسنان، والمفرد بتاعها
توس. وبكده نكون انهينا الدرس الخاص بالنهارده. وفي الختام اتمنى تكون استفدتم من درس النهارده. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومه وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متاكد ان في حد غيرك محتاج المعلومه وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.